عملت كده فيديو كده من فتره تعمل ايه في ايكيا لو انت رحت ايكيا يعني والكلام ده، وتقريبا دلوقتي عدى 500,000 مشاهده، وحرفيا في ناس كتيره جدا جدا سالتني عن الشمع بتاع ايكيا بكام او ليه لازمه او ملوش لازمه. فالنهارده هقول لكم شمع ايكيا فعلا ليه لازمه ولا ملوش. تمام، شمع ايكيا بيبقى في كيس كده زي ده، بيبقى روايح كتيره، الريحه اللي معايا هنا باللي هي التوت، وفي 30 واحده، وتقريبا كان عامل حاجه و30 جنيه، والازاز دي اللي انا بحط فيها البتاعه دي تقريبا كانت برده كانت عامله 11 جنيه 12 جنيه يعني. فهل ليه ريحه فعلا ولا لا؟ خلينا متفقين ان هو في ايكيا حرفيا ريحته جامده جدا جدا، يعني ريحته جامده جدا حرفيا، وانت لو هناك وشميته فانت لازم تجيب حرفيا منه، لان حرفيا ريحته هتشدك جدا. ولكن بعد ما ترجع بقى وتولعه كده، انا مش شامم حاجه، هو تمام بيبقى فيه ريحه وكل حاجه، ولكن انت لازم تقرب منه جدا جدا عشان تشم حاجه. ما ينفعش مثلا انت تحطه بقى في الاوضه ترجع بقى بعد نص ساعه تلاقي الاوضه بقى كلها بقى بقت ريحه بقى فانيليا والشغل ده، لا خالص، هو ما بيعملش الكلام ده. انت اخرك عشان تشم اصلا الريحه بتاعته كده حرفيا. يعني انا كده شامم تمام كده، انا ما فيش اي حاجه خالص، انا مشغله بقى لي مثلا من اول الفيديو فيش اي ريحه خالص تقريبا. فانا مش عارف بقى هل يعني كل الشموع بتاعت اي جي كده، او اصلا كل الشموع اصلا عموما كده ولا لا، انا مش عارف برده. فلو في ماركه للشموع وكده ممكن تكتب لي تحت في الكومنت مثلا اجربها والكلام ده، لان انا بقى يعني في بالي بقى ان هي الشموع دي اللي انا بولعها بقى، بروح بقى نص ساعه بعمل مشوار بقى وارجع الاقي الاوضه بقى كلها بقت ريحه بقى فانيليا بقى او ماي جاد. بس لا، مفيش الكلام ده خالص. يعني في اي ماركه شموع ممكن تقول لي عليها او مكان اروح اشتري منه شموع يبقى تمام جدا جدا. وده كان ريفيو بسيط عن شموع ايكيا. شير بقى ولايك في كل مكان، وكالعاده دوسة كوتش، سلام عليكم.